المرموم تحفة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. الحضور المشرف الذي يأتي هنا على أرضية هذا الميدان من شعلة النشاط، مرحبا بو حمدان بهذا الحضور الميمون والمشرف على أرضية هذا الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي هذه الانطلاقات، محبي هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة الهجن العربية الأصيلة، هنا في تحفة الميادين في ختامي المرموم لعام 2022، في هذه الأمسية الجميلة مع هذه الأمسية المميزة التي تزينها هذه الشعارات وهذا الحضور، على بركة الله وتوفيقه انطلقنا، وعلى الله دائما توكلنا، انطلقنا مع هذه السلالات، مع هذه الأسماء الجميلة والمميزة التي دائما لها صولات وجولات في عالم سباقات الهجن. مباشرة نسير، افتتح النداء هنا على المقدمة الاولى وعلى صدارة هذا الشوط مع المركز الاول في هذه اللحظات. هذا هو معزز معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يتقدم على الصدارة الاولى. انتقل مباشرة الى المركز الثاني، هناك ايضا شعار سالم بن عامر بن عمهي المنصوري من يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. الوصول والتقدم في هذه اللحظات، هذا هو ساهر، ساهر يقدم لنا، ساهر عبيد بن حمد بن جار الله المري. بينما المركز الرابع القدوم من جدير محمد بن عبد الله بن سعيد الصيعري اللي احتل المركز الرابع. انتقل الى المركز الخامس القادم في هذه اللحظات وفي هذا المسار، الواصل هناك مشغل راشد بن ناصر بن محمد المري يتقدم في هذه اللحظات، وهناك سراب خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري خذ المركز السادس. النقلة إلى المركز السابع، النقلة مع هذه الأسماء المنطلقة هنا، الكل طموح الفوز، الكل طموح الناموس والانتصار في هذا الختامية. هناك القادم والمنطلق في هذه اللحظات، نبا عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وصلوا أهالي مصانع الجنوب. بينما المركز الثامن، المركز الثامن القدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، القدوم من هذه الأسماء المنطلقة. هناك أيضا هملول قادم سهيل بن خيرة بن صالح المزروعي، وهناك القادم شاهين، شاهين وصل، فالح بن ياسر بن فالح الشامسي على المركز العاشر. هكذا نتيجتنا، هكذا تحدياتنا، هكذا الإثارة المستمرة هنا في تحفة الميادين لهذه الانطلاقات، لهذا المسار الجميل والانطلاق المميز هنا. الله الله، أعود إلى البداية الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط. يا اندفاعات على المقدمة وعلى الصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. البداية مع ساهر عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يتقدم على البداية الأولى. بينما المركز الثاني هناك ايضا زفزاف سالم بن عامر بن عمهي المنصوري وصل على المركز الثاني. نقلتنا الى المركز الثالث القادم في هذا الانطلاق، الواصل مشغل راشد بن ناصر بن محمد المري، وهناك القادم في هذه اللحظات معزز معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. نفس السيناريو، النتيجة لم تتغير حتى هذه اللحظات، ولا لكن هنا الدخول من المراكز الخلفية، القدوم في هذه اللحظات. شعارك يا بن حلوس يتقدم في هذه اللحظات، وهناك شاهين فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يأتي في هذا المسار، في هذا المسار. ياهو رقص، ياهو تحدي، ياهي إثارة هنا في المرموم في هذا الختامية. أعود إلى البداية الأولى، نعود مع شعار
بن عمهي بن عمهي يتقدم على البداية الأولى. هذا هو زفزاف على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الشوط، على رأس حربة هذا الشوط، على المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. بينما هناك ساهر عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يأتي على المستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك ايضا مكرم وصل في هذه اللحظات القادم. مكرم هناك الخزع بن محمد بن قرين العامري ياتي على مستوى المركز الثالث، والقادم هنا ايضا الواصل نبا عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. هكذا نتيجتنا، هكذا تحدياتنا، ولكن الدخول الاسماء القادمه ترقبوا لها مع الكيلومتر الاخير والكيلو متر الخطير والمثير. الناموس يحتار ما بين هالاسماء، ما بين هالشعارات، ما بين هالسجلات الذهبية التي دونتها هذه الشعارات بقيادة هنا زفزاف. سالم بن عامر بن عمهي المنصوري يقدم لنا زفزاف 2 كيلومترات تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. ولكن القادم هنا مكرم الخزع بن محمد بن قرين العامري، وهناك شعار بالحلوس ياتي على المركز الثالث في هذا الانطلاق في هذا المسار الجميل. حركوهن اهل الطلايب، حركوها لهذه الشعارات المتقدمة هنا في هذه اللحظات في هذا المسار. ياهو سيل جارف، ياهي اسماء قادمة، ياهي شعارات قادمة في هذا الانطلاق في هذا المسار. منصة المرموم بانت يا مضمرين ويا ملاك بقيادة مكرم الخزع بن محمد بن قرين العامري. يصمد هنا على المقدمة مع المركز الأول يا راعي مكرم. المركز الثاني هناك أيضا نبه هنا عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري على مستوى المركز الثاني في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث الله 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 ياهو دخول 1200 يهل الجعدان، ما بقى شيء الا 1200 متر. هناك ايضا القادم والمنطلق شاهين فالح بن ياسر بن فالح الشامسي على مستوى المركز الثاني. الكيلومتر الاخير والخطير، الكيلو اللي ما عقبه الا الناموس، الكيلو اللي ما عقبه الا الانتصار والفوز بهذا الشوط بقيادة مكرم على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. هناك مكرم الخزع بن محمد بن قرين العامري يقدم لنا مكرم في هذه اللحظات، ولكن اشوف القادم هياض احمد بن سلطان بن كديد الفلاسي يقدم لنا هياض، وهناك ايضا هجام علي بن محمد بن سعيد الناصري. وصل الناصري في هذه اللحظات، يلا يا ابو محمد، ولكن البداية والمقدمة مع مكرم ما بين شاهين، ما بين مكرم وشاهين. اللحظات الأخيرة 300 متر 300 متر الله الله الله. شاهين ولا مكرم؟ ولكن شاهين عندك يا أبو ياسر. فالح بن ياسر بن فالح الشامسي عيناوي، الناموس عيناوي حتى هذه اللحظات، ولكن هنا مكرم شاهين عاد الخزع بن محمد بن قرين العامري. وهناك مكرم على المقدمة، مكرم على الصدارة. سلام يا مكرم الخزع بن محمد بن قرين العامري. المركز الثاني القادم هنا شاهين فالح بن ياسر بن فالح الشامسي اللي احتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث القادم هناك هجام علي بن محمد بن سعيد الناصري. والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام ايضا وصل وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام حفيت السهيل بن خير بن صالح المزروعي. والمركز الخامس
هذه ايضا هياض حميد بن سلطان بقديده الفلاسي. اعود الى التوقيت الزمني، لحظات وصول مكرم الخزع بن محمد بن قيد العامري. هنا ايضا توقيتنا الزمني 9 دقائق 7 أجزاء من الثانية. سلام مصانع الجنوب سلام، بينما المركز الثاني هذا هو شاهين فالح بن ياسر بن فالح الشامسي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 8 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية هذا هو هجام علي بن محمد بن سعيد الناصري، قدم عرض جميل ومميز يشكر عليه لحظات وصوله وعبوره إلى خط النهاية. هنا أيضا أتى على المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 2 أجزاء من الثانية. فأيضا تهانينا والناموس والشكر يعود إلى راعي سميحة، تهانينا لكل الهدف.